أهلا بحضراتكم مرة تانية، وجه موعدنا الآن مع فقرة الصحافة، وهذه جولة سريعة في أهم ما طلعتنا به صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم والمواقع الإلكترونية أيضا. بداية مع شروق. البداية من صحيفة الأهرام، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، ووجه الرئيس بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بالأكاديمية أكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ الدين الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاء المستنيرين الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع دون الإحلال والإخلال، بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح أيضا السفير بسام راضية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة. من الأخبار نقرأ: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تقدير بلاده الكامل للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو العمل على دعم مسيرة التضامن العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة. كذلك في كلمة الكاظمي تعقيبا على مداخلة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر خلال اللقاء الذي عقده مع كبار الصحفيين العرب والأجانب اليوم على هامش مؤتمر دول الجوار الذي سيعقد غدا السبت في بغداد. ونقل جبر إلى رئيس الوزراء العراقي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر إلى الكاظمي لما للعراق من مكانة كبيرة لدى مصر، وأعرب عن سعادته لما لمسه من استعادة الحياة الطبيعية في شوارع بغداد، بما يؤكد أن البلاد بدأت تستعيد عافيتها وهويتها الوطنية. ومن روز اليوسف، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقي وأن تكون وزارة المالية هي ممثل مصر في عضويتها، على أن تبدأ الوزارة في المضي قدما نحو إتمام جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتم خلال الاجتماع إحاطة مجلس الوزراء بالدعوة الواردة لجمهورية مصر العربية للانضمام إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقي. يذكر أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها 27 دولة إفريقية ويقع مقرها في لاغوس بدولة نيجيريا، وتعد مجالات الطاقة والموارد الطبيعية البترول والغاز والتعدين والنقل والصناعات الثقيلة والاتصالات من أهم المجالات التي تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها بالدول الإفريقية، وتقدم المؤسسة مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها في تلك المجالات. من البوابة نيوز نقرأ: انطلقت مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة أكثر من 286 فريق يمثلون 42 دولة تتنافس في مختلف المسابقات، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة. بدأت مراسم الافتتاح بالإعلان عن بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولي العسكري بدولة روسيا الاتحادية، تلا ذلك تقديم عرض فني وعرض للموسيقى العسكرية الروسية، أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة في المسابقات، كذلك تنظيم معرض ثقافي تضمن التراث الثقافي والأدبي لمختلف الدول المشاركة. ولليوم السابع، أكد أحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أن مبادرة حياة كريمة لتحسين المعيشة في الريف المصري من أعظم المبادرات التي تم رصدها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي أيضا، وأشاد بالمبادرة الرئاسية لافتا إلى أنها لها دور كبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعنا ومجتمعاتنا الريفية البسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعلم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية. كما أوضح أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلعب دورا في استكمال ومساعدة القطاع الحكومي والمؤسسات في هذه المبادرة من خلال الممكنات الاقتصادية، قائلا: لدينا عدد من المشروعات في المحافظات والقرى المستهدفة من قبل مبادرة حياة كريمة، على سبيل المثال الحصر، المنوفية، القليوبية، الأقصر، قنا، دمياط ومحافظات أخرى، ونعمل
على دعم هذه المناطق بخلق فرص عمل جديدة ومساعدة القاطنين بها على الاستثمار وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشي لأهالينا في هذه المجتمعات. من مصراوي نقرأ: وافقت وزارة الصحة والسكان على الانضمام إلى تجربة التضامن السريرية أو الإكلينيكية التي تقودها منظمة الصحة العالمية على 3 أدوية محتملة لعلاج كورونا، وستقيم التجربة 3 أدوية محتملة لعلاج الإصابة بكورونا، وهي طبعا هذه الأسماء العلمية لها الأرتسونات والإيماتينيب والإنفليكسيماب، بهدف الحماية من الإصابة بالأعراض الوخيمة التي تقتضي الاحتجاز بالمستشفيات أو تؤدي إلى الوفاة. الدكتورة نعيمة القصير أشادت، وهي ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، أشادت بانضمام مصر إلى تجربة التضامن السريرية، وتستعمل وقالت إن هذه الأدوية تستعمل لعلاج حالات أخرى، فعلى سبيل المثال تستعمل بعضها لعلاج الملاريا وأنواع أخرى من السرطانات وأنواع من الأمراض التي تصيب المناعة والتهاب المفاصل الروماتويد. ومن الدستور، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات للجمهورية بشأن توسيع قاعدة التطعيم بلقاح كورونا، وذلك حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم في إطار جهود التعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. كما يأتي في ضوء كتاب أمين عام مجلس الوزراء بخصوص توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح المضاد بفيروس كورونا المستجد والتنسيق بشأن وضع خطة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب تمهيدا لحصول الطلاب على التطعيم قبل بداية العام الدراسي القادم. أكد الدكتور أيضا رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف عاما دراسيا جديدا حضوريا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين اللقاح، موضحا أنه لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية. الحقيقة يعني احنا شايفين انه في اهتمام انه العام الدراسي يجي السنة دي ان شاء الله بيكون بحضور كامل، ده اللي احنا بنتمناه كلنا. لكن يعني تطعيم كل كامل الأسر كل الأسر والأمهات يعني على أولوية تمني هذا الطلب. الحقيقة طبعا ده حاجة تسعدنا جميعا. ليه الأونلاين ماله يا شباب؟ مشكلته هحكي لك بعد الأونلاين فعلا كان في شكاوى كتير، الموضوع كان صعب قوي قوي بصراحة، وكان يعني ضغط نفسي على الولاد وعلى يعني الأسرة وعلى الأمهات تحديدا، لانه الموضوع كله جديد، وبعدين ما حدش بيبقى عنده طفل واحد او اثنين او ثلاثه، ف يمكن عشان تجربه جديده ما خدتش عليها تجربه جديده بالظبط كده. وبرده لا يعني هو ممكن يبقى الاونلاين ده حاجه لطيفه جدا وكويسه مكمله لكن مش اساسيه، لانه طبعا الموضوع برده صعب خصوصا في السن الصغير. يعني اعتقد ان هو في يعني في السنوات الاكبر شويه بيكون كويس جدا او يكون فعال ويكون ليه نتيجه ايجابيه، لكن في السن الصغير اللي هو لسه الطفل محتاج ان هو يكتب بايده، محتاج يتعود، محتاج مراقبة متابعة، محتاج مراقبة ومحتاج يعني اي كونتاكت اللي هو يعني يبقى فيه يعني ملاحظة مباشرة بالعين مع المدرسة او يعني موضوع فعلا بيفرق. لو هو كمان تم تطبيقه بشكل مفاجئ ومش مش تدريجي فالناس ارتبكت، الاسر زي ما انت قلتي والطلبه طبعا ارتبكوا، لكن هو يعني ده خبر مهم فعلا، كان لازم اعلق على العام الدراسي. طبعا عشان انت يعني العام الدراسي خلاص بحضور كامل وبتطعيم كامل، يعني انت عارفه طبعا ده موضوع كويس. هيئات التدريس كلها لابد ان تطعم، الطلبه كلها لابد ان تطعم بحلول بدايه العام، فده شيء جيد ان شاء الله. نسال الله العفو والعافيه يا رب. اللهم امين. المصري اليوم نقرأ فيها: عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعا مع لؤي الشرفة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشراكة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة. قالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع الرؤى المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لكل التحديات التي تواجههم.
من الوطن تقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وفي القرى، وكذلك قرى حياة كريمة، إلى جانب الاكتشاف المبكر للأمراض ومراكز التأهيل والتخاطب والعلاج الطبيعي. كما تعمل الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي على تقديم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية. كما توفر وزارة التضامن متطلبات الطلاب ذوي الهمم تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. ومن أبرز الخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التضامن 2021 مع وزارة السكان تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تطوير البنية التحتية ل 220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية. دعمت وزارة التضامن الاجتماعي مكتب التأهيل الاجتماعي لاستكمال الجهاز الوظيفي وتقديم منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الهمم وأصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900,000 جنيه. اهتمام الحقيقه بالغ بذوي الاحتياجات الخاصه، وده يعني وان كان هو ده حقهم، يمكن هو تاخر بالفعل، لكن في يعني شايفين ان الدوله بتولي اهتمام كبير جدا بذوي الاحتياجات الخاصه، وده اللي احنا عايزين ناكده طول الوقت، انه هم ليهم دور في المجتمع، وبالتاكيد وبالفعل هم ليهم دور ايجابي في كل في شتى المناحي، وتجربه دمجهم نجحت بالفعل. صحيح بالفعل. وطلعت نماذج رائعه، ده حقيقي. صحيح. من مبتدا نقرا: تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور محمد لطيف امين المجلس الاعلى للجامعات حول جهود الوزاره في مواجهه قضيه الاميه. واكد الوزير على اهميه استغلال امكانيات الجامعات المصريه والاستفاده من قدراتها في محو الاميه وتعليم الكبار، مشيرا الى ضروره متابعه تنفيذ خطه الدوله لاعلان مصر بلا اميه، تحقيقا لاهداف خطه التنميه المستدامه ووضع خطه شامله للقضاء على الاميه الهجائيه والرقميه بين المواطنين في جميع الاعمار. اشار التقرير الى نجاح الجامعات المصريه في تقديم نماذج مضيئه وتجارب ثريه خلال الفتره من 2014 ل 2021، شملت نجاح جامعه المنيا في محو اميه نحو 88,000 مواطن، وقيام جامعه عين شمس بتدشين مشروع محو اميه العاملين بالجامعه ومشروع صفر اميه. وأثمرت الجهود عن نجاح الجامعة في محو أمية 21,600 مواطن، ونجاح جامعة أسيوط في محو أمية 15,266 مواطن بالمحافظة، ونجاح جامعة المنوفية في محو أمية 12,972 مواطن، ونجاح جامعة طنطا في محو أمية 9,970 مواطنا، كما حققت عدد من الجامعات الأخرى نتائج متميزة في هذا الإطار. طبعا ده خبر مهم جدا، بيشير الى دور الجامعه الفعال في خدمه المجتمع، ده جميل، لكن المحزن في الخبر انه نسب الاميه بهذا الشكل. مش معقول واحنا في 2021 ودول كثيره جدا الان اصبحت بلا اميه، والدول دي كانت اقل منا تقدما في مرحله من المراحل. احنا الان اخر احصائيات للاميه شروق بتقول ان في مصر من بين 25 الى 30% أمية، يعني من بين 100 كل مواطن، من كل 100 مواطن في 25 في 25 أو 30 مواطن ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. أنت لاحظت في الخبر إنه في إشارة إلى محو الأمية الرقمية. يعني أمية الكمبيوتر، يعني اللي هو اللي في ناس تجاوزتها أو في أمم تجاوزتها، لكن إحنا دلوقتي لسه بنتكلم في محو الأمية الكتابية، وده شيء مخجل الحقيقة يعني. فده دور رائع اللي بتقوم بيه الجامعات، وان شاء الله نصل الى الهدف انه صفر اميه. ونتمنى بقى ان ما يبقاش ده دور جامعات بس، دور مجتمعات، يعني جمعيات مدنيه ودور المجتمع المدني بشكل عام والافراد، يعني انه لو كل واحد اهتم انه بيقابل حد، واعتقد ان احنا كلنا بنقابل ناس اميين يعني غير متعلمين، ده لا ينتقص منهم شيء يعني، بس لو احنا مدينا ايد المساعده وايد العون ليهم، اعتقد ان احنا بكده ممكن ان احنا نقدر ان احنا نساعد بشكل كبير جدا يعني. والاهم من كده انك تجففي منابع هذه الظاهره، انه ما يبقاش في تسرب من المدارس، والطفل ما يكبرش وهو امي. صحيح. يعني خلاص، يعني ما فيش حاجه اسمها طفل يتسرب من المدارس، ما فيش حاجه اسمها طفل يروح يشتغل. صحيح. في ورشه بقى، مش هذه الظواهر لابد من القضاء عليها، لها وقفه كبيره يعني. صحيح.